لكن شيعة لعتيقي جاءت أم الزهراء تطلب إرثها فتقاعدوا عنها بكل طريق. لقد حرم الله عز وجل النار على لحم فاطمة ودمها وعصبها وشعرها، وفطم من النار ذريتها وشيعتها. بويا قميت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجيس من لذت خلف الباب. أقولها يا ولا تقول عصرني عصرني وكسر ضلوعي وصدري نعام، سقط مني جنيني وأيست منه. ويا قميت للبايب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس من لذت خلف الباب. بويا عصرني وكسر ضلوعي وصدري نعايب، عصرني وهشم ضلوعي وصدري نعايب، كسر ضلعي وجنيني آيست منه. يا أبا كسر ضلعي وجنيني آيست من تدري هالعبد بيش سوى، سقطني المحسين وخلى الجسم نحلى وبس عاين تحدار ملبب ما اخذينه، وسمعت شبل الحسين يندب راح ابونا. لولا الصبر خليت كل العالم يموت، سقط جنيني بالحشا والضلع مكسور. والله يا سلمان العبيد والرب المتنى، أنا أحلف بقبر المصطفى وعزة المعبود، هالباب ما خليه حتى حيدر يعق ينشف دموع أولاده لتجري بالخدو. إلا تلومني وشوف حال الحسن وجه على الباب وعصرني وكسر الله الله يا داحي الباب ترضى يا ضربه أولي، وانت تشوف يا علي يدخل علي الدار. عذرا يا سادة ما قلت ينظر زوجتي ولا هي عليها الله 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 يا دار
أجر الرسالة يا محمد ما تأدى. اتقن الصرخة والونة عدل ويا الجرة ويا الطريقة. أجر الرسالة يا محمد ما تأدى، عقبك ولا شفنا حشيمة حشيمة ولا مود. جانا الطاغي يتبعه يتبع غيره بهد. مر على عبده وضربني مر على عبده وضربني يا 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 ومن ضربته للقاع ذبني يا 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 كسر قلبه ولا رحم. من الحجرة وحسين متخاصر باب الدار، من شاف صرخ يا ياب ما شلتون هالمسمار يا كرار يتمنى وبعد نصر، وما أقدر أشوف الباب يا حامل حماشيل. إجت زينب ويم حسين ظلت تسجب العبرة تقل يا علي يا ياب خلنا نفارق الحجرة، هالمسمار ويا الباب شبت موتة الزهراء، وحيدر حاضن أولاده وفضة تصيح مذهول. قبل يومك لث الغاب بيد ذياب، انت اللي طوعت الجن وانت اللي دحيت الباب، وانت اللي بنيت الدين هل هدموه تاليها تالي هالشجان وزاد همي وهيجي الغمي. وارخص غالي دموعي واجرى من الجفين دمي. يا الله يوم الصاحة الزهرة دخلوا عن ابن يما. قبل ضلوعك تمنيت ضلوعك تكسرت بالباب، وراسي قبل محسن يتهشم على الأعتاب. الزهراء تسمع كلام الحسين لكن ما ترد، يقل هدر الدجواب يا يما على ولدك در الدجواب، ترى نحسين يم حسين الصوتك اش كثر والهان. قالت له بني ما الذي تريد فاضطرت قلبي أبا عبد الله؟ قالها أريد أسألك يا يما حين الهجمة وعلى الدار وبالباب عصر وجسمك وانتي ما عليك خمار. أنا شفيت دمها وضلعها وقمت أدق على الراس، والله عالراس وصيح مردة دم على الجذع يا ناس. عصرها عصرا بين الباب والجدار. بعد شي تقل له؟ تقل له شسولف لك
شسايلف لك يا خويا الباب من جذوع وجنا مو ضلع كاسر من ام ضلوع انا شفتها بالقنوت ومنها جف مرفوع والجف الثاني ليش ما ترفع الزهراء انا شفتها بالقنوت ومنها جف مرفوع وجف ما يرتفع من كثر ما موجوع ويلي والله ما موجوع اثاري اثار اجتاف امي من العصر مخلوق.